بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقبل البدء بالحلقة، ونحن طبعا في شهر فضيل، في أيام فضيلة يعني يجتمع فيها الناس على ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيفما رأيت القضية، سواء كنت يعني من مناصري الاحتفال أو كنت من مناهضيه، في الفرق يعني في المسألة وفي القضية، يعني في المسألة قضية هينة، لكن يعني بغض النظر عن موقفك، أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من عادة أهل العلم في هذه الشهور أن يكثروا من قراءة السيرة والشمائل والحديث النبوي، يعني في شهري ربيع الأول، في شهري الربيع، الربيع الأول والثاني، كانوا يكثرون من قراءة الحديث النبوي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة حسنة يعني وعمل طيب فيه ما نفع. اليوم إن شاء الله نقرأ مع بعض سورة البلد، و نحن في المحور الثالث من محاور جزء عام الأربعة. المحور الأول كان عن قضايا الدين الكبرى وقضايا التدين العامة، السور الثلاث الأولى، النبأ والنازعات وعبس، وشرحت لنا مقومات الدين. ثم المحور الثاني كان محور الاختيار الحر، الإرادة الحرة عند الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بهذه الإرادة وبهذا الاختيار، وكونه قد أنعم علينا بهذا فنحن أيضا مساءلون محاسبون، كل في كتاب مرقوم، كل شيء نقوم به له عواقبه في الدنيا والآخرة، فعلينا أن نختار جيدا وعلينا أن نتقن هذا الاختيار، لأن الحساب عليه يوم القيامة قائم. ثم المحور الثالث والرابع محور يعطينا مجموعة من الأدوات، والمحور الرابع كما سنرى سيتحدث عن القيم العامة، لكن المحور الثالث محور هام لأن فيه أدوات الدين، الأدوات ما يعطينا الله سبحانه وتعالى إياه من أدوات نجابه بها الدنيا. هذه الأدوات الموجودة في السور التي نقرأها لا تستطيع أن تأتي بها من عندك لولا أن الله سبحانه وتعالى أوضحها وشرحها. هناك أخلاق من الممكن أن تتصف بها في الحياة دون أن يكون عندك تدين. من الممكن أن يهتدي الإنسان إلى أهمية أن يصدق في قوله، أن يكون أمينا في تعامله، يعني أن لا يخون الناس مثلا. هذه قضايا من الممكن أن يتوصل إليها الإنسان سواء كان عنده دين أم لم يكن، لكن هناك أمور أخرى لا يمكن للعقل البشري أن يتوصل إليها إلا إذا دله الله جل جلاله عليها، وهذه من القضايا المشروحة في هذه السور. فنحن ابتدأنا بسورة يعني الطارق، وهو أول سورة، فمعنى التوكل فيه كان ظاهرا، والتوكل لا معنى له خارج الدين، خارج إطار الدين، ليس له معنى اجتماعي. التوكل قضية دينية بحتة. ثم كان بعد ذلك التسبيح في سورة الأعلى، والتسبيح أيضا قضية دينية لا معنى، ليس لها معنى خارج الإسلام. ثم نظرنا في سورة الغاشية فكان المعنى المصابرة أو الصبر أو المجاهدة، وهذا ليس له معنى خارج الدين، بمعنى أن تصر على العمل برغم يعني سوء الظروف، أن تصر على يعني على المصابرة والمجاهدة، وهذا طبعا لا يتأتى ولا يتحصل للإنسان إلا كان له عقيدة معينة واعتقاد واضح. ثم من بعد ذلك سورة الفجر، وكان سورة الفجر في الأسبوع الماضي حديث مهم عن الفهم الصحيح عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الأسبوع نقرأ سورة البلد. سورة البلد من أهم السور على الإطلاق. فقبل يعني القراءة أتحدث عن يعني توقيت النزول وعن بعض القضايا المتعلقة بذلك. سورة البلد سورة مكية، نزلت بعد حادثة مهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحادثة أنه عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة، لم يسمح له بالعودة والدخول إلى مكة بعد أن خرج منها إلى الطائف. عليه الصلاة والسلام خرج إلى الطائف في مهمة، ثم أراد أن يعود فيدخل مكة مرة أخرى بعد أن رده أهل الطائف، هذه في السنة العاشرة للبعثة النبوية.
النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن قريشا لن تؤمن بما جاء به، وأن قريشا يعني قد صدت وقد ردت وقد آذت وقد أسرفت في يعني في الطغيان، فأصبح يبحث عن يعني مواطن أخرى لإيصال دعوته عليه الصلاة والسلام. فمن المواطن التي ومن الأماكن التي بحث فيها كانت الطائف، لأن فيها قبيلتي، فيها قبيلتا ثقيف وهوازن. فذهب إليهم في القصة المشهورة فآذوه إيذاء شديدا وكلموه بكلام جارح عليه الصلاة والسلام، بكلام مؤذن. إذا عدتم إلى كتب السيرة تجدون كلاما جارحا قالوا له عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف، فلما خرج رموه بالطوب وبالحجارة، وكانت يعني وكان موقفا صعبا عليه عليه الصلاة والسلام. ثم أبلغوا يعني أهل الطائف زيادة في الأذى، أبلغوا قريشا بأن يعني ابن عبد المطلب أتاهم يطلب منهم العون في دينه، يعني أو فيما يزعم أنه أتى به من ربه، هكذا كان يعني. فقريش غضبت غضبا شديدا، ثم أرادوا أن يحرموا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى مكة. طبعا هل يجوز أن يحرم إنسان من الدخول إلى يعني إلى الحرم؟ الحرم ليس فقط المكان الذي نصلي فيه، الحرم هو مكة، هذا بلد محرم، بلد حرام هذا. فالحرم هو كل مكة، ولا يمنع إنسان يريد أن يدخل مكة، ولا لا سيما إذا كان من ساكنيها، إذا كان من سكان مكة لا يمكن يمنع يعني، ولا يمكن أن يؤذى إذا دخل مكة. هذه قوانين يعني ويعني سنها إبراهيم عليه السلام، هذه قوانين قديمة. العرب يعني قد كانوا يعني ضيعوا كثيرا من 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 يعني من قوانين إبراهيم ومن شريعة إبراهيم، لكن كان عندهم يعني كانوا قد حافظوا على بعض الأمور، فحافظوا على قداسة الحرم وعلى عدم إيذاء الناس في الحرم وعلى عدم منع الناس من دخول الحرم. ثم منعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا إيذاء شديدا له عليه الصلاة والسلام. ربما هذا الإيذاء كان أشد من الإيذاء الذي آذوه إياه ثقيف وهوازن. يعني كيف يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من دخول كل الدنيا تدخل مكة، ثم يمنع ابن عبد المطلب اللي حفر زمزم، ثم يمنع ابن إسماعيل الذي بنى الكعبة، ثم يمنع من له في مكة نسب يعود إلى 70 جد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من سكان مكة ما بيقول أصليين، قمة الأصليين ما بينفع. هو يعني ما لم يكن ثمة مكة لولا جده إسماعيل، ما في مكة ولا في حاجة. كان قاعد رضي الله عنه هذا الرضيع يضرب برجله الأرض فخرج ماء فزمته يعني هاجر، فسمي زمزم، ثم أتت جرهم فاجتمعت بالماء، ثم قدر الله سبحانه وتعالى لهذه المدينة أن تقوم، ثم أتى إبراهيم فأعاد بناء الكعبة، فكانت الكعبة يعني في مركز هذه المدينة وسميت مكة وأصبحت بلد الله الحرام. وإن كانت قبل ذلك، لكن يعني قبل إتيان إسماعيل لم يكن هناك سكان في هذه المنطقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أجداده ما زالوا يسكنون تلك المنطقة منذ أن كانت تلك المنطقة منطقة، منذ أن كانت مدينة. ثم يمنع من الدخول فيها، كيف تمنع يمنع من الدخول فيها؟ ترى مصيبة هذه، يعني هذه من المصائب التي نزلت من النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني آذته إيذاء شديدا يعني وأحزنته حزنا شديدا. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام لما يسأل فيما بعد، حتى أوضح لكم القضية، لما يسأل فيما بعد ما كان أسوأ الأيام عليك بعد أحد، اللي بيسأل بتشاطر فكر حاله ذكي أنه أسوأ أيامك أكيد أحد يا رسول الله، فشو أسوأ الأيام بعدها؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما أحد، لا مش أسوأ أيامي أحد، من ألك أحد، بل ما كان مني وأنا عائد وأنا في قرن الثعالب. قرن الثعالب هي منطقة يعني ما بين الطائف ومكة، يقول وأنا في قرن الثعالب أهيم على وجهي. إيش يعني أهيم على وجهي؟ أنا مش عارف وين أروح، ماشي هيك بين طائف ومكة وأنا مش عارف وين أروح. طائف طردتني وأهل مكة منعوني من دخول الحرم، من دخول بيتي، فكان يهيم على وجهه عليه الصلاة والسلام، أي لا يدري إلى أين يذهب، ليس له مكان يؤويه عليه الصلاة والسلام. فبعث يعني بزيد رضي الله عنه وأرضاه، بعث زيدا إلى مكة، وكان زيد غلام فلم يمنعوه، ثم طلب يعني أن يكون في جوار بعض الناس فرفض معظم الناس،
يعني يروح زيد يقعد، تخيل زيد هو 16 17 سنه يذهب الى صناديد قريش والى كبار اهل مكه يطلب منهم الجوار، هل تجيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم اللي سن رحله الشتاء والصيف؟ حاجه غريبه يعني، فيرفضون. حتى وصل الى المطعم ابن عدي او المطعم ابن عدي بخلاف الروايات يعني في لفظ اسمه. فكان المطعم يريد ان يكون له جاه كما لابي سفيان ولابي جهل ولغيرهم، ما عملهاش يعني هيك لسواد عيون النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ما عملها للاسف، عملها هيك كان يريد ان يظهر نفسه على انه له، على ان له جاها وله مكانه بين الناس. فجمع، وكان له من الولد الكثير، كان له يعني 10 اولاد رجال، فجمعهم والبسهم الدروع وقال نعم يدخلوا في جواري. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه بعد ايام من يعني من مكثه خارجها، هكذا ينام في العراء عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، يعني حتى يدرك الإنسان يعني طبعا ما مر به عليه الصلاة والسلام. يعني الأهم من يعني من الاهتمام بيوم ميلاده أو بيوم وفاته عليه الصلاة والسلام هو الاهتمام بحياته عليه الصلاة والسلام. هي المعجزة ما حصلت في عند ولادته، ولا المعجزة حصلت عند وفاته، وإنما المعجزة كانت حياته، المعجزة كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنتجه عليه الصلاة والسلام في حياته. فكان نبراسا لنا حتى ندرك أننا نستطيع يعني أن ننتج شبيه ما أنتجه عليه الصلاة والسلام إذا اتبعناه عليه الصلاة والسلام، ثم نلتفت عن كل ما قدم ونلتفت يعني عن هذا إلى أمور أخرى لا قيمة لها، عمليا لا قيمة لها. يعني مهمة هذه القضية، احيانا البشر عندهم، عندنا نحن يعني كبشر عندنا الموهبه في اهمال المهم والتركيز على التفاصيل غير المهمه. عندنا موهبه يعني حاجه ما شاء الله، هي مدرسه في علم يعني علم النفس هذه وعلم الاجتماع، موجوده هذه، تجدها هذه الظاهره. الانسان يتهرب من القضايا المهمه الى قضايا غير مهمه. ما عليك الا ان تلاحظ سلوكك عند ورود امتحان. لما تعرف امتحانك جاي بعد شهر شوف سلوكك. تبدأ أولاً بترتيب الغرفة، طبعاً ترتب الغرفة بدك يومين ثلاثة ترتب الغرفة، وتصبر الكتب وتضبطهم حد بعض حتى يكون منظرهم كويس، وبتجيب تشتري دفاتر وتشتري أقلام طب هون افتح بس اقرأ، ما لا لسه ما صارش الموضوع وربما يمر أسبوع وأسبوعان ولم تقرأ بعد، طب ليش ما قرأت؟ هكذا تلتفت إلى قضايا غير مهمة، تتهرب من الأمور الكبرى، هي هكذا سلوكيات البشر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حياته هو ما يعني ما نحن بحاجة إلى فهمه ويعني ودراسته، يعني لرؤية ما مر به، ثم نربط ذلك بالقرآن. لأن سورة البلد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل مكة، أول ما دخل مكة بعد هذه الحادثة تروح تنزل لا أقسم بهذا البلد، فيكون درسا له عليه الصلاة والسلام، والأهم من ذلك يكون درسا لنا في معنى المهم في الثبات على القيم. شوف المتغيرات بالحياة كثيرة، أنا أعطيكم مبدأ السورة من بدري علشان تفهموا السورة مثل ما نطول. المتغيرات في الحياة كثيرة، القيم ليست منها. أنت اليوم يوم فقير، يوم غني، يوم صحيح، يوم مريض، يوم تسكن في هذا البلد، يوم تسكن في ذلك البلد، تتغير أمور كثيرة، أحيانا فلان صديقك، ثاني يوم فلان عدوك، متغيرات. لكن القيم لا تتغير، لا ينبغي للقيم أن تتغير كما تتغير الحياة، لا ينبغي للقيم أن تكون مرتبطة ومرتهنة بتقلبات الحياة ومتغيراتها. ما بينفع تكون كريم لما معك وبخيل لما معك، ما بينفع هيك. لكن هذا common sense، لا هذا مش common، هذا مش منطق. المنطق أنك تكون كريم كتير لما معك وكريم شوي لما ما معك، هذا هو المنطق، أن يكون كرمك متناسبا يعني متناسبا طرديا مع المبلغ الذي معك. معك مليون، إذا كرمك سيكون متعلقا بالمليون اللي معك. معك مية، إذا كرمك سيكون يعني مرتبطا بهذا المبلغ الذي معك. لكن أن تكون كريما عند القدرة ثم بخيلا إذا ما عندك مال، إذا القيم هنا تغيرت بتغير الأحوال، ولا ينبغي للقيمة أن تتغير بتغير الأحوال، وإلا القيمة لا قيمة لها. وإلا القيمة نفسها هذا الخلق، هذا السلوك لا قيمة له إطلاقا، يعني ليس له حضور في القلب وليس له ثبات في الجنان، ولن يؤجر الإنسان والعياذ بالله عليه يوم القيامة، وليس هذا سلوك المسلمين. وإنما أنت قيمك ثابتة، أنت إنسان صادق، انتهى الأمر، ما بهم إذا كان الظرف
الصدق يعني فيه يرفع من مقامك، أو الصدق فيه يخفض من مقامك. كما قال ابن عمر بن الخطاب قال: لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. يعني بحب أتبهدل بس أقول الصدق أحسن ما يعني أنعز وأنا بكذب، رغم أنها قليلة في اثنين لكن تحصل، ما هو أنت صادق. وجل جلاله لا يمكن له أن يعني أن يأجر الإنسان أجرا حقيقيا وأن يعطي الإنسان عطاء حقيقيا إلا إذا اختبر قيمك حال كونها غير مناسبة لوضعك أو لحالك. لازم يجي اليوم اللي القيمة تبعتك هي تختبر. أنت تقول في نفسك أنا إنسان مستقيم في حياتي، الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة. هو قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، هو الحياة كلها هيك. طيب منشوف منغير شوية في الأمور. أنا بار بأمي وأبي، قد يقول واحد منا أنا بار، واحد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من البارين. أهلك معك كويسين، أبوك سكرة وأمك دمعة ويا سلام. طيب إذا قلبوا، هم بيقلبوا يعني، ممكن يقلبوا ممكن يقلبوا في يوم من الأيام، يقلبوا يقسوا عليك، يطلبوا منك أمرا، أن يطلبوا منك شيئا صعبا، أو أن يحملوك شيئا يعني ما يفوق طاقتك أو يتعبك، ها تبقى بارا ولا تغيرت الأحوال؟ فتغير البر، لا هو البر ثابت مفروض في حياتك ثابت، هم كويسين هم وحشين ما بتفرقش، أنا بار. هكذا هو المفتاح، وهذا هو المعنى الذي نأخذه من سورة البلد. أنا أحببت أن أقدم بالمعنى المرة هذه بدل أن أؤخر المعنى إلى الآخر، حتى يعني يتسنى لنا حسن فهم السورة. سورة جميلة جدا وممتعة، نقرأ إن شاء الله، نبدأ بأولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. شوفوا القسم هنا، قسم خطير. يقول لا، طبعا لا هذه هي لا للتوكيد، أو بما يعني يقال عند العرب إذا جاي من بلد يعني شرق أوسطي بتسمعها كثير، هي مالك علي يمين بيقولوا أحيانا، سمعها من قبل ولا بس أنا اللي بعرفها؟ يقولوا كان مالك علي يمين. إيش يعني مالك علي يمين؟ هي مثل هذه، لا أقسم، أي لا حاجة لي أن أقسم، لكني سأقسم، لكن ما في حاجة لأن أن أقسم. لا أقسم بهذا المعنى، وأي أيضا من معاني التوكيد، كيفما فهمتها فلا بأس، القضية واحدة. فيقول لا أقسم يؤكدها، أو بهذا المعنى العربي المشهور، بهذا البلد، يتحدث عن مكة المكرمة، ويقول وأنت حل بهذا البلد. كل شيء في مكة حرام إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هيك قررت أهل مكة إنه كل شيء حرام في مكة، طبعا محرم بمعنى أنه لا يمس بسوء، لا يمنع عن الحرم، لا يؤذى، ما شاء الله كل شيء محرم في مكة إلا أنت، وأنت حل، أنت الوحيد اللي حلال دمك وحلال مالك وحلال إيذائك يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا معنى الآية؟ وأنت حل بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، هذا البلد العظيم، هذا البلد الذي حرمه، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، هذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لأحد أن يعني أن يؤذي أحدا، أو أن يشاتم أحدا، أو يسب أحدا، أو يقتل أحدا في بلد الله الحرام. وهذا العرب اتفقت عليه، قبلوا الإسلام أم لم يقبلوه؟ طبعا قريش كانت تخشى من أن العرب يعني تعرف أو تدري أنهم يؤذون أحدا في الحرم، هذا يخفض من قيمتهم الدينية. قريش كانت تعول على قيادتها الدينية للعرب، فلو قيل قريش وتؤذي في الحرم، أو يعني تمنع الناس من دخول الحرم، مصيبة، هذه فضيحة لقريش، قريش ما تريد. لكن من شدة بغضهم للنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، ومن شدة يعني خوفهم من دعوته، أحلوا دمه ومنعوه من الدخول. فينزل قول الله تعالى، هو قاعد، تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قاعد، يعني بحاول أربط لك الموضوع لأنه أيام صعبة هذه، هذه السنة العاشرة للبعثة بعد وفاة خديجة، وفاة أبي طالب، ثم حادثة الطائف المروعة البشعة، ثم منعه من دخول بيته عليه الصلاة والسلام، واضطراره إلى أن يطلب الجوار من الناس حتى يدخل داره عليه الصلاة والسلام،
وقاعد، تخيلوا قاعد عليه الصلاة والسلام هيك مرتكي في بيته، زوجته توفيت، عنده 3-4 بنات في البيت، يعني ما عندوش ولد ذكور يعني يحموه. في ذلك الزمان هذا الأمر كان له أهمية، يعني يكون لك من يحميك، ما له حدا يعني ذكور يحمي، هو عنده بنات مضطر يحميهم لسه، يعني عليه مسؤولية في ذلك الوقت. عدد المسلمين قليل، 3 سنوات من حصار الشعب ما قبل السنة العاشرة ما دخل أحد الإسلام، ربما 5 أو 6 إلى أقصى الروايات مبالغة 10، ما 3 سنوات من بعثته عليه الصلاة والسلام من حياته 10 أشخاص يدخلوا الدين. ذهب إلى يعني طلب النصرة رفض، يعني أبو طالب مش موجود يحميه، ممكن في أي لحظة يغتالوا عليه الصلاة والسلام. أصلا حصار الشعب ليش حصل؟ لأنه أبو طالب حط النبي عليه الصلاة والسلام بين بني هاشم حتى ما يقتل، قريش قررت قتله. تخيل قريش اجتمعت وقالت بدنا نقتل النبي عليه الصلاة والسلام، نقتل محمد. فسمع ذلك أبو طالب فقام بموقف عظيم، ثم جاء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ضمن شعب بني هاشم، يعني في الحارة تبعتهم، اقتلوه إذا ظلم اقتلوه. فقالوا لكان من حصركم 3 سنوات، 3 سنوات لا أحد يدخل لا أحد يخرج، لا في زواج لا في شراء لا في بيع ولا في شيء. فهو خارج صلى الله عليه وسلم من هذه المصيبة، ثم توفيت خديجة، ثم توفي أبو طالب، وبعدين دخل إلى الطائف فآذوه، ثم منعوه الدخول، مصيبة تلو مصيبة، وهو جالس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه قبل ترى سورة البلد، قبل الإسراء والمعراج، قبل ما يطلع يعني، ويسر عنه ويقال له كلاما يعني يسره، قاعد عليه الصلاة والسلام يتفكر شو داخل في قلبه يا ترى، يا ترى ماذا يفكر الإنسان الذي يؤذى هذا الإذاء ويضطهد نصف هذا الاضطهاد في حياته هنا في حياتنا نحن، يا ترى ماذا يفكر؟ أنا منحوس، كل عمري منحوس، هذا عمر، هذا عمر بن عاش، هذا يعني إيش ما سويت مع ربي لك ما مش رح يحاسبني، أنا شو ما سويت. ترى مشكلة الثبات على القيم أنا إذا في تقديري الشخصي هي المشكلة الأولى عند الأفراد في الأمة على المستوى الفردي، ليس لا أتحدث عن المستوى الجماعات، على مستوى الجماعات عندنا إشكالات أخرى، عندنا فساد، عندنا يعني، لكن الثبات على القيم يعني على المستوى الفردي هذه مشكلة. إذا والله معك وقت فبتسوء على مهلك وبتخلي الناس تقطع، وإذا مستعجل بتروح يعني لاعن يعني، لا كيف؟ مفروض إذا أنت عارف حالك أنت لما تمشي في أسلوب مجال معين تمشي بنفس الطريقة، سواء كنت تعبان ولا صاحي ولا مبسوط ولا زعلان ولا إيش ما كان، مفروض قيمك هذه ثابتة بغض النظر عن انفعالات روحك. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن في أخفض أحواله داخليا نفسيا، في أسوأ أحواله عليه الصلاة والسلام، هو الآن فقير ماديا، هو الآن فقير اجتماعيا، هو الآن فقير في أتباعه عليه الصلاة والسلام، يعني في هو ضعيف عليه الصلاة والسلام سياسيا، في يعني ما في أسوأ من هيك، هذا أسوأ ما يمكن. فيقول له سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل به، ويا مسكين أنت الوحيد اللي حلال بهالبلد، كلهم ما شاء الله محرم إلا أنت حل بهذا البلد. فكأنه يقول له شايف مصيبتك، ووالد وما ولد، يقسم بالوالد وما ولد تذكيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت جاي من أب عن أب عن أب، كلهم سكنوا هذا البيت، جدك بنى البيت، وجدك الذي بعده حفظ البيت، وجدك الذي بعده جمع قريشا، وجدك الذي بعده حمى هذا البيت من اعتداء غيره، وجدك الذي بعده أخرج زمزم، يعني أجدادك كلهم هم الذين جعلوا هذا البيت، ثم أنت حل بهذا البلد وبالد وما ولد. يعني بيقول وكأنه يعني يأتي على قدر ما يعني يحب النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت والله مشكلتك عويصة، بلد وانت حلال فيها، والد وانت جاي من 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 اجداد اجدادك البلد لك كل عمرك تسكن فيها، ثم تخرج، كيف تخرج؟ كيف يقال لك ما تدخل؟ حتى بعض اهل قريش غضبت، قال كيف يمنعون ابن يعني ابن هاشم او ابن عبد المطلب ويتركون يعني رعاع العرب يدخلون ويخرجون مكه كيف شاؤوا؟ يعني بعض اهل مكه غضبوا، كيف تمنع يعني قرشي ابن عبد المطلب ممنوع يدخل جنيته؟ ودخلوا الناس من الشرق من الغرب يدخلوا إلا هو. فحتى أهل مكة رأوا أنه الله هذا ما ينبغي ما يجوز، لكن الآية من جاية حتى يعني هيك تستعطف النبي عليه تعطف عليه. لا سبحان الله، مع رؤيتنا في نحن ونحن جالسون هنا إلى حاجته إلى هذا العطف عليه الصلاة والسلام، حسنا هو بحاجة من يجي هيك يعطف عليه ويقول له ما تزعل وهم عملوا هيك. لا الآيات مختلفة تماما.
الآيات أتت لتقول كلاما مختلفا درسا له عليه الصلاة والسلام، ويعني طبعا بأهمية أكبر بكثير درس لنا نحن. فطبعا ما في جواب قسم لسه، وأقسم أقسم بهذا البلد وأنت حل فيه، ووالد وما ولد يقسم سبحانه وتعالى. طبعا لسه جواب القسم ما أتى، نقرأ جواب القسم إن شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في حالة من الكبد. الكبد هو استمرار المشقة، بل هو من عيون المشقة، يعني عين المشقة، عين الصعوبة، يسمى كبدا، ومن ذلك الكبد، لأن الكبد ما زالت تعمل، ولولا عمل الكبد لمات الإنسان. الكبد شغالة ليل نهار، تنظف يعني وتعطي، ولا الجسم ما يعيش بدونه. فالكبد هو استمرار المشقة. يقول يقسم سبحانه لقد خلقنا الإنسان في حالة مستمرة من الكبد، دائما الأمور تعبانة. هيك دائما تعبانة. جيب أي واحد جالس في هذا المسجد، خذوا على جنب، اسألوا كيف الحال، يقول لك الحمد لله، وبعدين يفتح. بعدين بيفتح وما بينتهي، ما بيسكر، يعني بيظل يحكي في صعوباته ومشقاته وتعبه، وبيحكي يعني كل حاجة الحمد لله، لكن الحمد لله، لكن كل حاجة غلط، كله مش مظابط معايا، وأنا ما في هكذا. لكن هذا حال الإنسان. أنت ما تكذبش لما أسألك، لا تكذب، فعلا أمور هذا أنا تعبان فيه، وهذا يعني يقلقني، ولا يدرك يعني ألم الإنسان ويعني وقلقه وعناءه يعني إلا الله سبحانه وتعالى. جل جلاله الرحمن الرحيم يدرك عناءك وألمك ومشقتك، لا أدركه أنا ولا يدركه غيري. فلا تشكوه إلي ولا إلى غيري، اشكوه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الذي يعرفه ويفهمه ويحب أن يسمع منك الشكوى. ويقول لك سبحانه وتعالى اعترافا منه لقد خلقنا الإنسان في كبد. هيك أنت دائما وضعك تعبان، دائما في كبد، دائما تنتقل من صعوبة إلى صعوبة إلى مشقة إلى تحد إلى هكذا هي الحياة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد ربما لما سمع جبريل يقرأ الكلام تجهز لسماع كلام عاطفي يشجعه. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، غيرت الأمور. يقسم أن الإنسان مخلوق في كبد مستمر. الآن إيش يعني ماذا تقصد يا رب؟ فيكمل جل جلاله شرح المسألة، نكمل إن شاء الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد. فهذا الإنسان الذي خلقه الله في كبد مستمر لا ينقطع، أيحسب هذا الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ أيحسب أنه ما أحد يقدر عليه، بمعنى القدرة أو بمعنى القدر، وكلا المعنيين صحيح، وإن كنت يعني أميل إلى القدر لا إلى القدرة. بمعنى أميل إلى القدر بمعنى التضييق، إذا تذكرون في شرح السورة الأسبوع الماضي قلنا وأما إذا ما ابتلاه فقدر، قدر أي قلل أو ضيق، يعني ما أعطاه عطاء كثيرا إنما جعل رزقه قليلا. فهنا أن لن يقدر عليه أحد يجوز المعنيان، والمعنيان صحيحان، وإن كنت أميل أكثر إلى المعنى الثاني إلى معنى التقليل. أيحسب هذا الإنسان أن لن يقدر عليه أحد، يعني يظن أنه ما لن يتم القدر عليه، سيبقى كل عمره يحيا في نعيم. هو خلقك في كبد، يعني أصل الخلق في الدنيا أن تكون في كبد، هي الدنيا هيك، هو خلقها هيك سبحانه وتعالى، هي مش غلط، يعني هو مش الموضوع في الغلط هيك جاي انه رب مفروض، لا مش مفروض، هو مفروض يكون كبد، هو خلقه سبحانه وتعالى. تقول لي ليش؟ والله ما عارف، ادرس القرآن تفهم ليش. ما عجبك تصطفل زي ما عجبك، يعني ما سواء عجبك ولا ما عجبك، هو خلقها سبحانه وتعالى وهكذا جهزها. وهناك يعني قصة طويلة، إذا فهمتها وعملت لأن أجرها كانت يعني عاقبتك خيرا. وإذا ما عجبك الموضوع طب ليش هو في كبد؟ وليش ما يكونش أحسن من هيك؟ وكان ممكن، حر أنت، أنت حر. إذا أردت أن تقضي وقتك تناقش في هذه المسألة فيعني أقضي عمرك في 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 قضية لن تنفعك. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الإنسان يظن ما أحد يقدر عليه. يقول يمشي، هو يمشي في حياته يقول أهلكت مالا لبدا. لبدا كثيرا في عندنا في باللهجات العامية يقول لبد، يعني جاء بعضه فوق بعض، لبدت
فكثر فصار كثيرا وإن كان في مكان صغير أو في يعني في مدة قصيرة. يقول أهلكت أي صرفت أي استخدمت. ويعني والهلكة أنه لا لم يعد موجودا. المال الذي اشتريت به طعامك ذهب، وطعامك الذي أكلته الأسبوع الماضي أيضا ذهب، فما عاد فيه، أهلكت هذا مال أهلك. كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني جاءوا بكبش، ف يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذا اللحم، فكلما يعني أخذ يعني جزء من اللحم أرسله إلى فلان وأرسله إلى فلان وإلى صاحبات خديجة وإلى أهل الصفة، يرسل هذا اللحم حتى بقي يعني كتف، كان يحب الكتف عليه الصلاة والسلام من الخروف، كان يحب الكتف، فأبقى يعني شيئا من الكتف لعائشة. فقالت عائشة رضي الله عنها بعدما رأت هذا يعني كل اللحم راح، فقالت يعني ذهب كله وبقي الكتف. فنظر إليها عليه الصلاة والسلام فقال بل بقيت كلها وذهب الكتف. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال بل بقيت كلها وبقي كله وذهب الكتف. احنا كلها ومنسلكها وراحت. لكن هذا الذي يعني أعطيناه للناس هذا الذي يبقى لنا يوم القيامة. يقول أهلكت مال اللبدا أيحسب أن لم يره أحد؟ يظن ما أن هذا ما تمت رؤيته، أن كل شيء فعله الإنسان لم يتم تسجيله بدقة شديدة، غير معروف يعني، ويظن أنه ما أحد يقدر عليه، يصرف المال على كيفه، يظن ما أحد رآه. شوف القضية خطيرة هنا، السورة تبني لك قصة بعد أن ابتدأت أو صدرت بعطف على النبي صلى الله عليه وسلم بعد إيذاء شديد. يقول لك الإنسان حاله في الدنيا حال الكبد، دائما في إشكال، دائما في تعب، لكن الإنسان يتصرف وكأنه لا أحد يقدر عليه، يصرف المال فيما يجوز وما لا يجوز، فيما يحل وما لا يحل، ويظن يحسب لم يره أحد. حتى لو كنت تعتقد يقينا تعتقد أن الله سبحانه وتعالى رآك أو يراك، لكن سلوكك يعني لا يعكس ذلك، سئلت يوم القيامة إن كنت فعلا تعتقد أن الله يراك. يعني إذا ولدك بيخاف منك أو بيهابك ما بيعمل الغلط قدامك، لكن إذا ما بيهابك بيعملها قدامك، صح؟ فإذا هو يظن إنك أنت شايفه ممكن ما يعمل غلط، لكن ربما أنت شايفه وعمل غلط بتقول له مش عارفني، يعني مش شايفني، بتفرج عليك يقول لك آه شايفك، هاي مصيبة أكبر. والله هذه مصيبة أكبر. يعني إذا كان يظن أنك مش شايف وعمل غلط ولما شفته يعني خاف وارتد يعني وعاد ويعني لكن إذا كان يعمل الذنب أمامك تقول له مش شايفني بتفرج عليك يقول لك آه شايفك، يعني بلوى ومش سهل، يعني كيف أيحسب أن لم يره أحد؟ فأن نقول لا، نحن ندرك أن الله يرانا ثم نقع في المعاصي مدركين أن الله يرانا، هذه لسه قضية أصعب. طب أنت عارفه ولا شايفك؟ أو عارفه، آه والله عارفه، وبتعمل هيك أو يعني لو معتقد للحظة أنه مش شايفك ممكن، بس أنت عارف كيف ما هو شايفك. شوف تكملت الكلام، شوف النقاش الفلسفي البسيط القصير قبل الدخول في يعني معركة السورة، قبل الدخول في محورها. ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ وهديناه النجدين. يعني كيف يحسب أن لم يره أحد؟ إذا أنت ترى تظن أن الذي يعني سير هذا وسخر هذا وأنشأ هذا وفطر هذا كله لا يرى، يعني تظن أن عندك القدرة أن ترى لكن الذي خلق السماوات والأرض لا يرى، أي منطق هذا؟ كيف تكون عندك القدرة على فعل شيء ليست عند خالقك القدرة عليها؟ يعني الذي لا يؤمن بوجود إله، يعني مما يعني أتعجب منه يعني في نقاشه الفلسفي، أنك أنت يا أخي ترى وتسمع وتفكر، كيف تعتقد أنك أتيت من منشأ لا يسمع ولا يقرأ ولا يفكر؟ كيف؟ يعني أنت غلبت منشأك، يعني أنت نتيجة شيء صم جامد، يعني شيء صم جامد ميت، ثم أتيت أنت يا صاحب الحياة والرؤية والسماع والفكر، لكن أتيت من صم جامد لا يدرك ولا يفقه شيئا.
يعني أي منطق يعني يقبل هذا الكلام؟ يعني المنطق البسيط البسيط العقلي لا يقبل مثل هذا النقاش أصلا. وشوف النقاش في السورة جدا بسيط، أيحسب أن لم يره أحد؟ كيف؟ ألم نجعل له عينين؟ ما أنت بتشوف، ولسانا تقول، وشفتين، وهديناه النجدين، يعني تقول ويسمع، ودللناك على الطريقين وهديناه النجدين. النجد هو المنطقة المرتفعة، أو هو الطريق المرتفع، يسمى نجدا، ولذلك سميت منطقة الجزيرة نجد لأن كلها طرق عالية. فالنجدين أي الطريقان العاليان، أو الطريق العالي النجد، أي أنك ترى طريق، أول حاجة طريق، ثاني حاجة أنت شايفه، ليس مخبأ ضمن سهول وأودية، لا لا، إنما هو نجد أمر تراه. هديناه النجدين أي دللنا الإنسان على الطريقين، فعرف ما هو حق، يعني حق وصواب، وعرف ما هو باطل وخطأ. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألن نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ لا، أكيد لا، تمشي في حياتك تعمل على كيفك، لأنه الأمر صعب. بدك تعمل على كيفك؟ بطلت يعني؟ كان فيك شوية خير وبطلت، أن الأمر إجا مو على مزاجك، جرت رياح الدنيا بما لا تشتهيه سفينتك، فقلت خلاص لن يقدر علي أحد أو أهلك المال هيك لأنه ما عجبك. بقول لك الإنسان في كبد، هكذا خلقه الله في كبد، مش أنت الآن في كبد، لا لا، أنت دائما في كبد. الكبد أمر ملازم لحالة الإنسان. كل البشر يا أخواني عندهم يعني تعب، أغناهم إلى أفقرهم، صح؟ الغني مش مبسوط، روح كلم الأغنياء، كلم أصحاب المليارات، شوف مبسوطين فعلا، مبسوطين يعني بمعنى أنه قاعد ما عنده شكوى، كل عكيفه، وكلم أفقر الناس، تجد تقريبا كمية الشكوى واحدة، يعني تجد تقريبا كمية الشكوى قريبة يعني متقاربة، كل يشتكي. طبعا هناك أناس مبتلون أكثر من غيرهم وعندهم ابتلاءات، ونزلت السورة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في أسوأ وأشد أحوال ابتلاءاته، قاعد يفكر في دماغه أسوأ من هيك ما عاد فيه، أصعب من هيك ما ضل، كل الأمور السيئة مزعب يعني أتتنا، ما زلنا ننتقل من خسارة إلى أخرى، ومن تعب إلى آخر، ومن كبد إلى آخر. فجاء يقول له ربه، الإنسان في كبد خلقناه، هل هذا يبرر الإنسان يعمل غلط؟ ثم نأتي إلى محور السورة فنقرأ الآيات التي بعدها. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فلاقتحم العقبة أي هل اقتحم هذا الإنسان الذي ما زال حاله في كبد مستمر، بدل أن يقع فيما لا يجوز، بدل أن يقع فيما لا يحل، يظن أن لن يقدر عليه أحد ويحسب أن لم يره أحد، وقد جعل الله له عينيه ولسانه وشفتيه وهداه نجديه، بدل أن يفعل هذا فلاقتحم العقبة. هذا الذي في كبد يقتحم العقبة، إيش يعني يقتحم العقبة؟ أول سؤال تسأل نفسك أنت، فأتى الجواب من القرآن، وما أدراك ما العقبة. أولا كلمة عقبة هي يعني الأمر الذي يحول بينك وبين مبتغاك، يعني أمر يحول بينك وبين مرادك فيعسر عليك الوصول. العقبات في الطريق هي المطبات كما يقولون، أمر يعني يجعلك يعني تحتاج إلى أن تدور حوله، أو تتعب، أو يعني شاق عليك صعوده، يعني أو أمر يوقعك على وجهك، هذه العقبة. فيقول لك سبحانه وتعالى فهل اقتحم العقبة، اقتحمها، ادخلها هيك واقتحم العقبة. كيف يعني يا رب؟ إيش اقتحم العقبة؟ اقتحم إيش؟ تتكلم عن ماذا؟ أنا أقول لك أنا في أسوأ أحوالي، أنا ممنوع أدخل بيتي الذي يعني بناه أجدادي، ما في أحد يستحق أن يكون في مكة أكثر من أبناء عبد المطلب، يعني لهم يعني هم سكان البلد الأصليين بكل معنى الكلمة، ثم أمنع بعد كل الأذى، أمنع حتى من دخول بيتي يا رب، أنا في كبد يعني حاد يا رب،
في إشكال كبير، في تعب يعني لا يعلمه إلا أنت، فيقول له اقتحم العقبة. إذن إذا هيك الأمر اقتحم العقبة. فيسأل الإنسان نفسه إيش العقبة؟ فيجيب ربه وما أدراك ما العقبة. طب اسمع إيش العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هي حاجة واحدة، هي ثلاث آيات لكنها شيء واحد. ففك أو إطعام، فك رقبة أي أن ترزق أو تعطي إنسانا مملوكا حريته، تفك رقبة، تفكها من الدين، تفكها من العبودية، تفكها من أي شيء قد ربطها وسلسلها بالأرض، أو ربطها بشيء منعها أن تقوم بمهمتها، أي شيء مهما كان. هو هي كلمة عامة، فك رقبة. أكثر ما تستخدم في الدين لإنسان عبد حرر، يعني رزق حريته. اقتحم العقبة يا رسول الله، كيف اقتحم العقبة؟ طيب أسألك سؤال، هو النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفك رقاب يعني قبل هذه الآية؟ ولا كان يفك رقاب؟ طبعا كان يفك رقاب. تقول له خديجة أنت يعني تغيث الملهوف وتعين ذا الحاجة وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، هكذا كان يعني قول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الجبهة. هذا قبل بعثته، فهو ما زال في حياته يفك الرقاب ويطعم في أيام المسغبة. إيش المسغبة؟ المسغبة هو الجوع الشديد، هو إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي جوع شديد. أن تطعم يتيما قريبا لك، يتيم يعني ذا قربة، واحد بيقربك يتيم، أو مسكينا ذا متربة أي يأكل التراب من شدة فقره. المسكين ذا متربة أي من شدة مسكنته في التراب، ما عنده شيء غير في التراب. اليتيم هو ذلك الذي يحتاج إلى الدعم الاجتماعي، قد يكون اليتيم صاحب مال، عنده مال وفي أكل لكن ما في مطعمية، ما في من يحن عليه ويحبه، لكن في مال. قد يكون ورثه أبوه وأبواه مالا لكن ليس ثمة أحد يحبه ويعطف عليه. والمسكين صاحب الحاجة الاقتصادية، اللي ما عنده فلوس، قد يكون عنده عيال كثير، المسكين قد يكون عنده عيال لكن ما عنده من يعني من يطعمهم. فأن تطعم، أن تطعم صاحبي الحاجتين، سواء كان واحد عنده حاجة اجتماعية أو واحد عنده يعني حاجة اقتصادية. فلاقتحم العقبة، اقتحم العقبة. مش من حقك لما الأمور يعني تأسى عليك تبطل تعمل الخير اللي كل عمرك بتعمله. إذا عملت هيك اعلم أن مبادئك متغيرة، وأن مبادئك هذه كما يقولون conditional، مرتهنة، مشروطة، في شرط إلها. حتى أكون أنا يعني صادق لازم تكون الأمور مواسية للصدق، حتى أكون كريم لازم تكون أموري مواسية للكرم، حتى أعيش باستقامة لازم يكون المحيط اللي حوالي والظروف اللي أنا فيها تساعدني على الاستقامة، حتى أكون أمين بده يكون كل شيء ضابط على كيفي، وإذا ما ضبط ساعتها يعني ما بقدر أضمن لك يعني أني أبقى على مبادئي وعلى أخلاقي وعلى قيمي. القيم ما تتغير. إيش صار معك يا رسول الله؟ كبد ها؟ هذا البلد وأنت حل بهذا البلد يا رسول الله؟ آه والله. وبالدي وما ولده، وأنت عد كل أجدادك من هالبلد، آه ما هيك؟ آه والله كل أجدادي من هذا البلد، أنا الوحيد المفروض ما حد يخرجني، صحيح. بس هو خلقنا الإنسان في كبد يا محمد، كل عمره الإنسان في كبد، وبيمشي هو بيعمل حاله ما حدا بيقدر له، بيهلك الأموال ويفكر ما حدا شايفه ومش عارف إنه الله أعطاه كل شيء. بدك الحل يا محمد؟ نعم يا رب أعطني الحل. اقتحم العقبة. كيف يعني اقتحم العقبة؟ تابع فك الرقاب، تابع إطعام المسكين واليتيم، تابع عملك. أنت إيش كنت تسوي يا رسول الله؟ أنا كنت أفك الرقاب وكنت أطعم المسكين وكنت أعين ذا الحاجة ويعني وأقف مع وأغيث الملهوف، هكذا كنت أصنع. إذا اقتحم العقبة. عقبتك الحقيقية في الحياة إنك في هذا الظرف تكمل عمل الخير، هاي عقبتك. بدك عقبتك في الحياة تعرف بالضبط ما هي العقبة، ما الذي سيحول بينك وبين مرادك في الجنة. عقبة شيء يحول بينك وبين مرادك، تريد أن تعرف ما هي عقبتك؟ عقبتي وعقبتك هي قدرتنا على الاستمرار على مبادئنا وقيمنا رغم أن الظروف لم تعد مواتية، رغم أن الظروف لم تعد مواتية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أفضل الصدقة؟ قال أن تعطي يعني في حديث أن تعطي عن ظهر غنى، في حديث آخر يقول أن تعطي وأنت صحيح تخشى الحاجة، تخشى الفاقة. أنت صحيح وسليم، مش يعني في آخر أيامك بتموت،
مش انت بتودع تروح يعني تبهدل وراثتك وتنفق اموالك يخرب بيتك، صرنا ننطرك حتى تموت 10 سنين هلا جاي تنفق اموالك لغيرنا، انفقها وانت صحيح شاب تخشى الفاقة لسه خايف من الفقر، لكن تنفق تنفق لان هذا دليل، هذا دليل على ان مبادئك هذه ثابتة لا تتغير بتغير الأحوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويفك الرقاب ويعين الناس وهو في حال سيئة، ثم ساءت أحواله أكثر، فقال له ربه اقتحم العقبة يا محمد. كيف يا رب اقتحمها؟ تابع هذا العمل، فك الرقبة وأطعم المسكين وأطعم اليتيم، ما توقفش تقول أن هالأزار في ما بيواتيني ما فيني ساعد حدا، كنت ساعد أيام الخير هلا ما بدر ساعد، عقبتك أن تستمر في المساعدة رغم أن الظرف لم يعد مواتيا. كما قلت لك الكرم يبقى كرم لكن ربما تختلف الكمية، لما أيام اليسر كنت تعطي كثير كان معك كثير، ما معك كثير هلا بتعطي لكن قليل شوي، لكن بتعطي ما زلت تعطي المسلم بتعطي ولا بطلت ولا خلاص مسكت المال، أعطيت بزمانك واحد أنك كنت يعني ترى أن الكرم خلق عظيم، فالذي أعطيته أساء إليك ولم يحترمك يعني وآذاك إيذاء شديدا فما عدت تعطي. إذا الكرم ليس مبدأ وليست قيمة عندك، الكرم ارتبط بحال، الذي أكرمته أكرمك إذا أنت ما زلت كريم، الذي أكرمته أساء إليك أنت بطلت كريم، إذا أنت مش كريم، أنت مش كريم، لا 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 مش كريم. الكريم يكرم سواء أكرمه المكرم أم لم يكرمه، سواء أتاه يعني ما يحبه من الذي أكرمه أو لم يأتي. أنا ما بأكل حرام، ما بتأكل حرام؟ أنا ما بأكل حرام. طيب كويس، ليش ما بتأكل حرام هلأ؟ والله الحمد لله معاي حسابي فيه فلوس، أولادي بيأكلوا بيشربوا، طيب هات لنشوف، هات لنقيم الفلوس من حسابك وهات لنجوع أولادك، تأكل حرام؟ ها؟ أنت قلت ما بتأكل حرام، مفروض هذا الموضوع ثابت عندك، المفترض أن هذا ثابت لا يتغير، بس ظروفك تغيرت، يا ترى لما ظروفك تغيرت، تغير هذا المبدأ؟ المبادئ لا تتغير، المبادئ ثابتة، ثبات القيم، يقول له الله أديش ظرفك سيء؟ والله يا رب أسوأ ظرف، والله أسوأ ظرف، منعوك من بلدك يا إلهي، منعوك من بلدك بس تدخل بيتك، بس يمنعوك وانت ابن عبد المطلب يمنعوك، لكن يا محمد ترى الإنسان مخلوق في كبد، بس هيك مشان نكون مستوضحين الصورة، هذا مش الكبد الوحيد، انت لست الوحيد الذي في كبد، كل الناس في كبد، الكبد لا يستطيع الإنسان أن يستخدمه عذرا، فهمت ليش قال خلق الإنسان في كبد؟ مش ما تقولش بس أنا الآن في ظرف صعب، هو يقول لك كل الناس في ظروف صعبة دائما، هذه لا تستطيع أن تستخدمها حجة أو عذرا لنفسك أو عذرا تستخدمه حتى تقع فيما لا يرضي الله، ما فيك، لأنه بيقول لك سبحانه وتعالى كل الإنسان كل الناس مخلوقين في كبد، هم هكذا 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 خلق الله الكون، خلقناه في كبد، مش ما تقدرش تقول بس ظرفي، عارف ظرفك، ما انا خلقتك في كبد، تقول لي انا كنت تعبان، ما انا استخدمت لفظه كبد اي اسوأ الصعوبات والمشقات، عين الصعوبه والمشقه يسمى الكبد، فيقول لك ما لك حق والله تقول انا في كبد، مشان هيك بطلت، مشان هيك اكلت حرام، مشان هيك اغتبت عصبت، ولا ما انت تغتاب الناس ولا لا؟ لا ما بغتاب الناس. طيب هلا ما بتغتاب الناس، ظروفك الاجتماعيه كويسه، الناس بيحبوك انت بتحبهم، لما يقلبوا عليك طيب بيقلبوا عليك، وبيصير هيك بيقلبوا عليك يصيروا عنا كلام مش وحش يؤذوك كما آذوا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، ما هو الحلو انه كل هذا حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي ما زال يبهرني من سيرته عليه الصلاة والسلام وما يدعوني في حياتي ألا يعني أكون في مكان أو في زمان إلا ويكون لي حديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام، صار لي يمكن 20 أكثر امبارح بحسبهم صار لي حوالي يمكن 18 سنة ما مر علي يعني شهر إلا ولي درس فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال والذي ما زال يبهرني فيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يتغير، مش بشكل سيء لا لا بأجمل صورة، لا يتغير عليه الصلاة والسلام، متواضع وكريم ووفي ورحيم كيفما نظرت إليه في أي حال كان عليه الصلاة والسلام، تشوفه في مكة تشوفه في المدينة تشوفه متزوج تشوفه عزابي تشوفه عنده يعني أولاد كثير ما عنده تشوفه شاب تشوفه ختيار فقير مستضعف فايز خسران، ما بيتغير عليه الصلاة والسلام نفس الشخص، حاجة عجيبة، وأنا أدرك من نفسي تغيرا يوميا في نفسي، باليوم نتغير مرتين ثلاثة
في اليوم تتغير مبادئنا مرة ومرتين، وعليه الصلاة والسلام 63 سنة ولا يوم ولا لحظة ولا ساعة ولا ثانية، ويحاول والدنيا تحاول معه عليه الصلاة والسلام، تأتيه الدنيا مجتمعة أموال ويعني حاجة عجيبة، يأتيه مال في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، أراد أن يأخذه لأهل المدينة ولأهل مكة، لبنى فيها قصورا ولنحت الجبال فيها، لكنه رفض. يعود إلى بيته خالي اللفاظ كما ذهب، يرجع بدون شيء، بدون شيء على الإطلاق. كيف؟ أنا مش فاهم كيف يملك العرب في آخر عمره، يأتي تخيل يأتي مكة بعد 20 سنة حرب، يدخل مكة، روحوا عمه حمزة وراحت زوجته خديجة ومات أبو طالب، وعدد المسلمين الذين استشهدوا في المعارك معهم والأذى الذي أذوه يتعبوا تعب عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل مكة وقد ألصق ناصيته بعرف دابته عليه الصلاة والسلام. اذهبوا أنتم الطلقاء، حتى ما يطبش بيته، تخيل أنه نام في خيمة أيام فتح مكة، نام في الخيمة، فقالوا له يا رسول الله تنام في خيمة؟ اذهب إلى منزلك. فقال وهل تركت لي قريش بيتا؟ المهم هدوا البيت وعمروا غيره وسكنوا واحد ثاني، راح بيتي، هدوا بيته عليه الصلاة والسلام. تخيل البيت يعني بيت أبوه وبيت جده وبيت جد جده، ممكن 7-8 أجداد عاشوا بهذا البيت، هدوا له إياه. صابر محتسب عليه الصلاة والسلام. ما هو نحن ما بنعرفش هاي الأمور، لأنه من يعني بنشوف قديش هو ثابت، لا ندرك كم تغيرت الدنيا حوله. لما تدرك كم تغيرت الدنيا من حوله وكم تغيرت ظروفه تعجب بثباته عليه الصلاة والسلام، شيء مبهر حقيقة لا يستطيعه إلا نبي مرسل من قبل ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. تعبان في حياتك؟ أمورك مش على كيفك؟ والله صار لي سنين مش ما في شيء بيزبط معي. طيب حلك موجود، ولا تكرم عينك ولا يهمك، اقتحم العقبة، اقتحم العقبة، روح أي عقبة؟ عقبتك أنك تظلك مثابت على قيمك ومبادئك وأخلاقك، رغم أن الظروف تعبانة، رغم أن الظروف ما زالت تدفعك بالاتجاه المعاكس، أنت مصر لا أنا راح أظل هيك لأنه هذه أخلاقي وقيمي، أحيا عليها وأموت عليها ولا يتغير في شيء. وهذه سورة البلد ببساطة. نكمل نقرأ آخر آيتين ونختمها، ختامها جميل جدا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. ثم كان من الذين آمنوا، لها معنى، يعني الأول أي قوله سبحانه وتعالى فلاقتحم العقبة ثم كان، يعني أي واجبك أن تقتحم العقبة ثم تكون من الذين آمنوا، هذا معنى جميل. لكن رؤيتي للمسألة أن ثم كان هذه تعود على أن أحوال المؤمنين منذ القدم ما زالت إلى اليوم أنهم يتواصون بالصبر ويتواصون بالمرحمة، وأنا هذا أرى يعني الفهم أجمل. ثم كان من الذين آمنوا، أي أنه إذا فعلت هذا يا رسول الله أدركت أن حال المؤمنين منذ آدم عليه السلام إلى يوم القيامة كان وما زال أنهم يعني آمنوا بربهم ثم تواصوا بمسألتين. التواصي هذا يعني أن بعضهم يوصي بعضا، أحدهم يوصي الآخر، أن القضية ليست فقط أنا أوصيك، وإنما قضية أنك أيضا توصيني. تواصوا، إذن الأمر يذهب ويعود وليست فقط من طرف واحد. وتواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا بالصبر ويوصي بعضهم بعضا بالرحمة. حال المؤمن ما زالت منذ الأزل مهما كانت ظروفهم ومهما ساءت أحوالهم ومهما شقت عليهم الدنيا أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر وأن يوصي بعضهم بعضا بالرحمة. أول حاجتين بيروحوا منك لما تسوء عليك الأحوال، هذول التنتين بيروح صبرك، بتصير قليل الصبر، مستعجل بدك الموضوع ينحل هلأ، ما عاد قدرنا تصبر، وبيروح منك الرحمة. شوفها بالبيتك، في بيتك وانت قاعد، لما تكون رايق، بقعد بلاعبها لبنتي
مكتوب علي، بلعبها وبسليها وببسطها، بعدين بدي اخل ايه بقوم بحملها وبجيب على بالي ارميها هيك وبخلص منها، اقعد اسكتي ولا حرف عاد خلص ولا حد يتكلم. احيانا ادخل البيت يعني، فلما ادخل البيت مباشره عندي ولد وبنت، ربنا يحفظكم ولكم ان شاء الله، يبداون بالكلام مباشره الاثنين قدام البيت، بيكونوا لسه ما شرحتش البوط يعني، الاثنين بصيروا يحكوا وفي نفس الوقت وما بينتبهوا كانوا لبعض وما بيحكوا بنفس الوقت، فعندك اثنين عم بيحكوا وانا داخل الاوضه ولسه بيلحقوني بيحكوا اثنيناتهم، فاولها وانا رايق يعني ما عنديش مشكله صابر ومرحيم معهم، بعدين من وسط لما راح اقول لهم اذا بسمع حرف ثاني حرف ثاني الباب راح يفتحوا وراح زت اول واحد بيحكي فيني منه. طبعا هذا مثل يعني بس ملوش مهم يعني، لكن المعنى واضح. اول ما يذهب اذا ما شق الامر على الانسان، أول ما يذهب إذا تعبت يذهب صبرك ثم تذهب رحمتك. أنت رحيم بالناس؟ رحيم، تفتح الباب للبشر تشوف أمورهم كويسة ولا تسأل عنهم تأكد أنهم مرتاحين. طب لما تسوء أحوالك، لما أنت تبقى تعبان لسه بتعمل هيك؟ لسه رحيم؟ ولا لما تعبت ما عدتش رحيم؟ ولا لما تعبت ابتسامتك راحت وصبرك راح وحسن معشرك راح وآدابك الطيبة ذهبت لما تعبت؟ لا، ترى ما فيك تستخدمها حجة يوم القيامة تقول أنا كنت في كبد يا رب، أنا عارفك كيف، أنا ما خلقتك في كبد، إيش يعني؟ أنت دائما في كبد، ليش هيك أسأت؟ كنت تعبان، أما هو عارف أنك تعبان، ما هو كله على طول التعب هذا مستمر. إذا أخلاقك ومبادئك وقيمك لم تكن ثابتة، اختبارك الحقيقي عقبتنا الحقيقية في الحياة أن نثبت أننا ثابتون على مبادئنا وقيمنا برغم تغير الظروف. ثم كان من الذين آمنوا، هذه حالهم ما زال منذ أن خلق الله الإنسان إلى يوم الدين، أنهم يتواصون بالصبر ويتواصون بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، ضرب لأوحالهم على الميامن يوم القيامة. والذين كفروا بآياتنا، أي رفضوا هذا الكلام كله، هم أصحاب المشأمة، أي عليهم الشؤم الحقيقي يوم القيامة. الشؤم مش في الدنيا، تقولش عن حالك ما أنا مشؤوم، أنا منحوس، أنا حياتي شؤم، لا، أنت مش مشؤوم ولا منحوس، لكن إذا لم تثبت على مبادئك أتيت يوم القيامة فكنت من أصحاب المشأمة والعياذ بالله. بقول لك كنت مشؤوم، هلا فرجيك وين المشؤوم، أنت هلا مشؤوم، لكن في الدنيا ما كنت، لا، أنت في الدنيا كنت في كبد. ليش أنا كنت في كبد يا رب؟ إني هيك خلقت الناس، خلقتهم كلهم في كبد. أنت إيش سويت؟ أنت اخترت لنفسك الشؤم ولا اخترت لنفسك الميمنة؟ تحر، هذا اختيارك. عليهم يوم القيامة والعياذ بالله نار مؤصدة مغلقة. الحياة مفتوحة بعد، تتصرف كما تريد، ثم إذا لم تتقن عملك أصدت عليك النار يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعفو، اللهم أسلم يا رب. سبحان الله. سورة البلد معناها باختصار مبادئك وقيمك ثابتة، ليست متغيرة. إذا كانت متغيرة فهي ليست قيما وهي ليست مبادئ، هي أمور متغيرة كمتغيرات الحياة. المسلم الذي عرف أن قيمه هذه قد ثبتها منذ أن قال الله هذا لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أصبح الثوابت مع مرتاح مش مرتاح، على كيفي مش مرزوق يعني، صحيح غني فقير تعبان مبهدل مضطهد في البلد، ما تفرق، تبقى أنت على هذا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى كما أمر هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوفت أنت نزلت الآية، نزلت عليه هو قاعد لسه ما طلعش على إسراء المعراج، لسه قاعد في يحصي في باله التعب، يحصي في باله الكبد، فيقول له ربه لا، اقتحم العقبة يا محمد. هو صلى الله عليه وسلم ما زال يقتحمها إلى أن لقي الله جل جلاله. أقف عند هذا القدر.